انطلقت اليوم فعاليات مهرجان المالح والصيد البحري في مدينة دبا الحصن بتنظيم من غرفة التجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة دبا الحصن. ولله الحمد لقينا في اليوم الأول إقبال كبير من الزوار ومن أيضا المشاركين. طبعا الهدف الأساسي من تنظيم هذه الفعالية هو دعم للمستثمرين وللصيادين ولأهل المنطقة الذين يعملون في مهنة الصيد والتمليح. ولله الحمد لقى المهرجان نجاح كبير من السنوات الماضية وأيضا بأرباح كبيرة، وذلك من رعاية الغرفة والاهتمام بهذا الموروث التراثي لجعله منتج اقتصادي ليس على مستوى مدينة دبا الحصن وإنما على مستوى الدولة ومدن ودول الخليج. ولله الحمد فمن والنهاية أقوم بالشكر الجزيل للدوائر الحكومية المشاركة، وأيضا لا أنسى إخواننا وأمهاتنا من الأسر المنتجة على مشاركتهم وعلى المنتوجات التي يقوم بعرضها من منتوجات حرفية أصيلة لمدينة دبا الحصن.